السلام عليكم. عليكم السلام. احكي لنا حجة، الأوضاع وين صاير بالرسطة؟ الأوضاع صاير بالرسطة كامل، دمار كامل بالطيران، جميع أنواع الأسلحة، جميع أنواع الأسلحة هون صاير الدمار. نقص، شو عندكم نقص؟ نقص بالأموال، نقص بالغاز، نقص بالخبز، مدمر البيوت، كهرباء الأطفال، كهرباء ما في، غاز ما في، جميع أنواع الاقتصادية ما في بالرسطة. أنتم بالرسطة محاصرين؟ نحن محاصرين وما عم وصلنا أي شيء، كليته نحن ما عندنا بالرسطة شيء خالص. طيب شو سبب كل هالشيء عم يصير هون؟ سبب كل هالشيء هو النظام. النظام سبب كل هالشيء، عم يقتل الأطفال، النساء، يدمر، يجوع. كل شيء عم يعمل بالرسطة. خلص خلصنا.